صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من حوار اليوم. في نهاية عطلة الأسبوع ترقب وحذر شديدين حول مصير جلسة مجلس الوزراء التي بالطبع يترتب عليها أسئلة ومواقف كثيرة. في المقابل مشهد قضائي متشعب ومعقد يحكمه أيضا ترقب جديد بانتظار وصول الوفد القضائي الفرنسي في 23 من الشهر الحالي والذي طلب التعاون في ملف تفجير مرفأ بيروت على وقع طبعا استنفار في اليومين الماضيين في الشارع هذا وتتوالى القراءات لزيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان ومن إلى سوريا ملفات محلية وإقليمية عدة نفتحها مع ضيفنا في الاستوديو الباحث والكاتب الدكتور ميخائيل عوض أهلا وسهلا فيك بالاستوديو معنا على أن ينضم إلينا لاحقا عبر زوم أو تطبيق زوم الدكتور بول مرقس وهو رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان دكتور ميخائيل إذا بدنا نقول اليوم الأجواء مثل الطقس باردة بالملف الرئاسي ما حدا عم يحكي بهذا الموضوع الأجواء الداخلية والخارجية أيضا برأيك هل اليوم على ما يحكى من تسويات أو تدخل خارجي سيكون من البوابة القضائية مثل ما عم نشوف الوفود التي تتوالى يعني يأسوا إذا بدنا نقول من الباب السياسي الحل إنه يكون من الباب السياسي خلينا نقول لك إن شاء الله تكون أجواءنا السياسية باردة مثل الطقس والله يبعث له الخير يعني بدنا شوية مطر وبدنا شوية ثلج وموسم الثلج مهم أكيد. والبلد على الأقل إذا مقفلة بكتير محلات تنفرج بالميات وبالمزروعات وبالثلجات خلي اللبنانيين شوي يفرفح قلبهم فيها صحيح. لا شك في جهد خارجي يداور ويحاول مقاربة الأزمة اللبنانية من زوايا مختلفة بذل جهود لمحاولة إيجاد صيغة فرنسية قطرية سعودية تعطلت الأمريكي في حالة انتظار وخارج دائرة الفعل المباشر عنده أولويات واهتمامات أعلى بكثير من الوضع اللبناني السعودي أدار ظهره وقال هذا الكلام للجميع وقال لماكرون ماكرون بلغ رئيس الحكومة وأوساط بأنه الأمير محمد بن سلمان سحب يده من لبنان ولن يعود إلا على صهوة الفرس السوري أو عبر العلاقات السورية وإلى آخره فبالجانب السياسي بجانب مؤتمر عالمي لحضانة لبنان لإنتاج مخرج لإنتاج حل واضح الظروف غير ناضجة في محاولة لتأمين اختراق عبر القضاء يعني من خلال مستويان أو طريقان موضوع حاكم المصرف والتحقيقات وموضوع غسل الأموال وتهريب الأموال وإلى آخره يعني الملف الفساد نعم طبعا هون بصير في اختراق كبير لأن البلاد مأزومة إلى درجة عالية وما في إرادة أو توافق داخلي يعني البحث عن مخارج وحلول وعن وضع الأمور بنصابة في هذا السياق وعبر المرفأ أيضا المرفأ كارثة وطنية هو ثالث أعتى انفجار في تاريخ العالم بعد هيروشيما وناغازاكي بعد النووي يعني هو ينتمي إلى نسبة النووي حجم الخسائر مع المنطقة التي أصابها الإخلال بتوازنات القوى كانت تقتضي لو أن هناك وطنية لدى المسؤولين اللبنانيين وما منع في حدا لأنه كله حاول يسيسها ويأخذها لجنبه بمناكفة الآخرين لو أن لدينا مؤسسة قضائية وللأسف الشديد بيروت أم الشرائع بيروت ولبنان يعني قضاة تاريخيا المؤسسة القضائية كانت من الأهم والأعرق ومضرب المثال وإلى آخره لو أن القضاء سلطة مستقلة ومتحرر من النفوذ السياسي وغير السياسي والنفوذ الخارجي وكمان للأسف هون الاختراقات كان لازم وصلنا لشيء بهذا الجانب فإذا هناك محاولات أوروبية طبعا مغطاة أمريكيا لإيجاد ثغرة أو اختراق في مكان ما عبر القضاء وعبر قضيتين يعني تعنيان الشعب اللبناني الظروف مؤاتية اليوم لهذا التدخل خليني أقول لا هي محاولة وليست كل محاولة ستنجح
احنا كان عندنا محاولات اعتاب كثير، وايضا في هذا الامر تذكري وقت اللي صار الانفجار اجى الرئيس ماكرون جولتين وعمل استعراضات وفي شوارع بيروت وبالاشرفيه، وقدم ورقه فرنسيه وبصق في وجه المنظومه السياسيه بكلام من وزن ثقيل، وللاسف يمكن يعني على هذا يمكن ما انتبهنا كثير نحن انه ماكرون بذكرى تاسيس لبنان قال انه الكيان اللبناني في خطر الزوال، وان العقد الوطني الداخلي انتفت اسبابه ولم يعد قادر، وان هذه المنظومه سرقت اللبنانيين واموالهم وتحتاجون الى كذا كذا. شو كان لازم نفهم من هذا الكلام؟ كان لازم نفهم نستثمر نحن اللبنانيه فرصه لم تحصل لنا من قبل. انتبه، من تاسيس لبنان الكبير ما اجتنا ولا فرصه نستطيع ان ننتج حلنا الوطني اللبناني الابداعي. ليه؟ لأن المرة الأولى اللي بصير توازن القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في لبنان صفر، والمرة الأولى الذي يصبح في توازن المنظومة والطبقة السياسية صفر، وتلنا فرصة ذهبية ما بتتكرر للشعوب. لو أن هناك قوة تبلورت كمجموعة كقوة حاملة لمشروع إخراج لبنان من سلسلة أزماته، وهذا بالضرورة يقتضي تغييرا جذريا، والتغيير الجذري لازم يمس مسألتان: وظائف الكيان، انت بتعرف الكيانات وعبر التاريخ وما كتير الزمن والتاريخ بيقف عند نص بالدستور انه وطن نهائي، هذا بتضل ورقه الوطن النهائي او عدمه بنهائيه مواطنيه وذكائهم ووعيهم بانه يقدروا يؤدوا. نحن هذا الشيء غير متوفر اليوم للاسف، نحن كيان فقد وظائفه، والكيان الذي يفقد وظائفه بصير مثل الانسان وقت اللي خطير بالمئة سنه او اكثر او اقل، مثل كل شيء في الحياه، انه يعني الشيء ما له وظيفه بده يزول، ومن هون اجى التهديد. ونحن النظام جرت كل محاولات ترقيعه يعني وخلينا نسميها ومعالجه ازماته، ووصلنا الى الحد الذي لا يمكن الترقيع، اذا نحن بحاجه لعقد ولنظام يعني حتى نظام حراك جديد. نحكي عن حراك فرنسي في هذا الاطار، امبارح السفيره قالت انه هذا لم يفشل هذا الحراك لانه اصلا ما كان موجود، وكانت هذه اشاعات سياسيه اعلاميه يعني. لا خليني اقول لك، حاولوا الاوروبيين باشكال مختلفه، وكان على أساس يصير في مؤتمر بسويسرا وجرت الدعوة وتم الاعتراض على السبب. ما أنا اللي أقول أنه إحنا في ظرف التوازنات الإقليمية والمحلية نتائجها صفرية. هذا بيخلق أحد أمرين، يا بياخذنا على حالة التداعي والانهيار بعد فوضى، والفوضى متوحشة، هلا أكيد الفوضى لن تدوم إلى أبد الأبدين، بعدين بترجع بتنلم بشكل أو بآخر، أو بدنا قوة وطنية لبنانية تتشكل من المتضررين، من الكتل المتضررة من استمرار الأزمة، من الفوضى، تشكل حاملا لمشروع تحديث وعصرنة وظائف الكيان والنظام. سوى ذلك بظن يعني محاولات، نرجع للمحاولة عبر القضاء، هل ستنجح أم لا؟ أنا برأيي القضاء الدولي أصدق المنظومة أذكى من كل هول اللي برا واللي عم يتدخلوا وإلى آخره، بتقدر تضيع يعني الجميع وتناور وتداور وتهمش وتستند ليه. ودائما الاعتماد على القضاء السياسي برأيك أكثر من إنه القضاء الفعلي؟ نحن أولا هلا المؤسسة القضائية معطلة، واثنين اللبنانيين ذبحوا قضاءهم بيدهم عندما لاذوا بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري إلى القضاء الدولي، وتبين أن القضاء الدولي وليس بقضاء، إنما هو بقدر يخدم مصالح سياسية. ومن حيث المبدأ أطلقنا النار على قضائنا، ومن 2005 حتى الآن جرى تسييس القضاء بحشو قضاة قادرون غير قادرون بمستوى أو لا بمحاصصة وإلى آخره، والأصابع الخارجية دخلت بمؤسستنا كدولة بكل مجالات وأنماط الحياة وإلى آخره. بس عمين قال إنه هذا الوفد اليوم بعيد كل البعد عن السياسة، وهو حقق بكبرى يعني قضايا الفساد بالعالم خصوصي بأوروبا. ما أنا أتمنى هذا الشيء، بس أنا حسب خبرتي وتجربتي ليس هناك شيء بعيد عن السياسة. القضاء وخاصة القضاء الدولي، وعندما ينتدب قضاء دولي إلى دولة ذات موقع حاسم في زمن حاسم بصير له وظيفة سياسية قد لا تكون منظورة بصورة مباشرة. يعني احنا أمام تجربة جديدة. أنا بسجل أولا هذا تدوين للقضاء اللبناني، نعم، وهذا يمس السيادة
ويمس الاستقرار ويمس القرار الحر، وللأسف لم يعد لدينا سياسة. طب لماذا هذا الاستباق بالأحكام اليوم إذا نحن فعلا أمام قضاء عاجز مثل ما تفضلت وقلت؟ ليه ما بنترك الفرصة أمام تحقيق دولة ربما يكون يعني بعيد عن السياسة؟ ما هو لذلك أنا بالنسبة لي أولا لأنه بعتبر في إسقاط للسيادة، وثانيا أرفض بالمبدأ. هي ثانيا بإطار معاهدة دولية، لأني بعتبر الحل دكتور. لأنني أعتبر الحل يجب أن يكون لبنانيا وطنيا وليس يأتينا من الخارج. حلول الخارج تصاغ. طب ما نحن ما عم نحلها، يعني لا بنحلها ولا بنقبل حدا يحلها. لا لازم نقبل إنه حدا يحلها، ولازم نشتغل على تأمين فرص الحل، وإذا ما قبلنا وما اشتغلنا كيف؟ مرة أخرى بالقضاء كيف؟ وين الحل كان؟ مش كان، شو بدنا اليوم؟ شو الحل بديل عن القضاء الدولي؟ أمر بسيط وسهل، أن ترفع الأحزاب والقوى والزعامات يدها عن القضاء، أن تحول دون تسييسه، أن تطلق يد القضاء، أن يكون قضاة وقضاء مستقل وسيد نفسه. لكن الانتظار رح يكون طويل. مثل كل شيء، هذا الكلام مثل كل شيء، بس ليش نحن رايحين على زاوية واحدة مفترضين انه عبرها سيكون الحل؟ حلولنا ليست بالقضاء. اذا ما أزمة القضاء هي ناتج عن الأزمة السياسية، الأزمة الاقتصادية الاجتماعية هي تجسيدات عن الأزمة السياسية. ليش بدنا ندور على مخارج وحلول في غير مكانها؟ المكان هو حل الأزمة السياسية. اذا حلينا الأزمة السياسية تحل القضايا الأخرى، ما حلينا الأزمة السياسية رايحين على مزيد من الأزمة. حتى المجتمع الدولي اليوم وصل لهذه القناعة أنه حل المشكلة هو باجتثاث الوضع، الأزمة السياسية أو المنظومة السياسية اليوم بدل القضاء. هلا شوفي لك، هل وصل المجتمع؟ أول شيء في أنا عندي إشكالية مع المجتمع الدولي. ما في شيء اسمه مجتمع دولي. في هلا المجتمع الدولي مجتمعين، ورح يصير شيء 10 مجتمعات بوارد ما هو جار في أوكرانيا وولادة عالم جديد، وليس فقط نظام عالمي جديد. الآن ما يسمى بالمجتمع الدولي دخل بشأننا هو العالم الأنجلوساكسوني الذي شاخ وهو في طريقه إلى التراجع والانهيار، أي أمريكا والحلف الأطلسي. هذا ليس مجتمعا دوليا. اثنين، هذا ولا مرة كشف لنا في أي مكان وزمان أنه يهتم بقضايا الأمم والشعوب وحقوق الإنسان وتأمين المجتمعات. واللي عنده مرة يقلنا وانكشف هو يسعى من أجل تخديم مصالحه ومصالح حلفائه، وللأسف الشديد لسنا نحن اللبنانيين حلفائه، ولا يتعامل معنا كحليف، يتعامل معنا كمنصة وكساحة لتخديم حليفه اللي اسمه إسرائيل. وإسرائيل ما زالت وستكون وما بقيت هي عدو للبنان، طامعة بأرضه بثرواته بنفطه ببحره بسمائه، سوى أنه ارتكبت من 48 حتى الآن المجازر والقتل والتدمير، وكلفت اللبنانيين وأسهمت في تفجير أزمات وتأخيرهم بكل هل. إذن ليس هناك ما يسمى مجتمع دولي، هناك مجتمع الأطلسي يداور ويحاور ويسعى للتسلل انطلاقا من عجز المنظومة وغياب الإرادة الوطنية الشعبية اللبنانية، ليفرض خطوات تؤهل لبنان لإنتاج حل في صالحه. يعني أنا أتمنى أن يكون هناك جهة تجي تطيح بهذه المنظومة الفاسدة التي أوصلتنا إلى هنا. ولو رحنا على شو ما رحنا، بس بما يجي أحسن. لكن هم يطوق إلى هذه، لكن هم ليسوا في هذا الصدد. طب سؤال، هذه المنظومة اللي وصفتها الاندبندنت بأنها منظومة مافيوية لصوصية غير مسبوقة بالتاريخ، نهبت ثروات لبنان وبددتها، مش بددتها، حطتها بحساباتها. لذلك بنشوف أغلى مليارديرية أكثر، وما جابوهن من شغل، جابوهن من السياسة. بيجي بصير بالسياسة بعد 5 سنين بصير معه مليار دولار ومليارين، يعني من جيوب الناس، من حياتنا، من حياة ومستقبل أولادنا، مثل ما من ماضينا. هذا عمليا اللي سرقوه، لو أن يعني واقفين كمان أمام كل القوانين أي محاولة تغيير. فلو أن ما يسمى بالمجتمع الدولي حريصا، ما هو المصريات وين راحوا؟ محطوطين بأوروبا وبأمريكا، ماك يا أملاك يا ثروات، وبيعرفون
وبكره شوفي بس يصير التحقيق مع حاكم المصرف بهذا الموضوع، رح يصير في تحقيق كيف معه؟ ستتكشف الارقام اللي هن اصلا بيعرفوها، واصلا نبعتين وفد الان قضائي ليحقق، مش لاي يعدلنا اموالنا. انا بعتين ليصير عندهم توثيق، والتوثيق قضائي، لانه الان الاوروبيين والامريكان مأزومين اقتصاديا وبدهم يهبشوا مصريات كل العالم بما في ودائع مواطنيهم، كما جرى عندنا في لبنان سيجري في هذا العالم اللي اسمه مجتمع دولي أو النظام الأنجلوساكسوني. هني جايين لهذه الأسباب. هلأ هل نحن كلبنانيون سنستفيد؟ قلنا فائدة واحدة، ما عجز حراكنا الشعبي ثورة 17-20 عن تحقيقه لأسباب كثيرة. إجا حدا يكشف لنا إياها. هل سنستعيد أموالنا؟ للأسف الشديد لا. من سينصب على هذه الأموال مثل ما كنا نكتب ونقول لهم؟ بس اليوم في تلويح، الأموال التي سرقتوها منا ليست لكم. ما في حدا تاني ساطع وناطر وبده يستعلها. بعض المعلومات بتشير لتلويح بعقوبات من قبل هذا الوفد للأشخاص اللي ما بدهم يتعاونوا اليوم بتقديم الطلب المستندات المطلوبة أو التعاون بشكل جدي. يعني والمعلومات بتقول انه طلبوا منهم انه عدم التذاكي على، يعني معروفين اللبنانيه بالتذاكي، والمشي بجديه هيدا التحقيق والتعاون معهم. في عقوبات، هل صحيح هيدا المعلومات؟ مش مستبعد، لا استبعد انه يكون في هناك عقوبات. اتمنى ولو انه هي امنيه هوائيه الا تسيس العقوبات كما جرى سابقا. يعني مش تاخذ فريق وتعفي فريق. اليوم نحن كلبنانية والعالم إذا كان جاد والقضاء العالمي إذا كان جاد بيتحرر من السياسة وأهدافها وتوازناتها، بيجي بيقول في بلد عرض لأخطر عملية سرقة ونصب بتاريخ الأمم والبشرية. أنت لا بتقري ما كانوا يقولوا نحن ثالث أزمة من 160 سنة، لا اعتبرونا الأولى، يعني تقدمنا بطبيعة أزمتنا من قرن ونص أو أكثر شوي بطبائع أولى. أنا شخصيا ككل لبناني، خاصة نحن عجزنا وعجزون بظرفنا، أتمنى أنه تجي قوة ولو من المريخ يعني، وبغض النظر عن أهدافها البعيدة تجي وتحط لنا هالوراء، لكن أتمنى أن تعامل الجميع باعتبار كل الجميع المشاركون وليس المتهمون. أنه تعاملهم كلهم لصوص وتكشف أوراقهم وإلى آخره، ما تنحاز لجهة لأسباب سياسية. يعني ما بيتغير شيء كمان عن القضاء اللبناني اللي يعني بيحط براسه فئة معينة أكثر من فئة، إذا بدنا نبسط الأمور، بين الخارج والداخل. يعني يصح المثل: ما حك جلدك مثل ظفرك فقم أنت بجميع أمرك. بس نرهن حالنا وأزماتنا وقضايا للخارج مثل كل الخارج سلبي أو إيجابي، يعني مش عم بتهم فريق، هو سيستثمر في أزماتنا ويعمل مصالحه وما يعملنا مصالحنا. يعني بموضوع الرئاسة مثل ما بلشنا بالأول حتى ننتقل لموضوع تاني، ما في أفق اليوم، ما بتشوف أي حل، لأنه بينحكى عن حظوظ ناس أكثر من ناس. يعني هاي البورصة اليوم غير موجود، بورصة الأسماء. خليني أقول لك كيف شوف. أول شيء بظل يعني هذا، كنت عم بقول أنا من شهر 10-11 نحن طبعا مثقفين وكذا، صلتنا مفتوحة، فأنا بناقش كتير ناس وناس بيناقشوني. لفتني أنه المقربين من الإدارة الأمريكية بنتاغون أو CIA والفرنسيين دائما بيقولوا لي انتظر شباط آذار، شباط آذار بأقصى نيسان هناك تغيير، والتغيير سيشمل. كنت أسأل وأنا باحث يعني بفتش بسأل إلى آخره، فطلع معي أنه احتمال يكونوا مرهنين على حرب. كانت هناك معلومات متداولة على نطاق واسع أن إسرائيل ستشن ضربة على سوريا بآذار نيسان، قدموها لشهر واحد، هلا أخروها بفعل الأزمة في إسرائيل. صرت ناقشهم إذا مراهنين على تغيير جوهري تقلب فيها المنظومة السياسية ونكون أمام لبنان الجديد وإلى آخره على حرب، ما تراهنوا كتير، لأنه في حرب 2006 ما زبطت مع الإسرائيلي والأمريكي. اليوم ميزان القوى مختل لصالح محور المقاومة، يمكن نشهد شطب إسرائيل على الأقل، هيك عم يعودنا السيد حسن نصر الله ووعده صادق. متفائل كتير دكتور؟ لا أنا بحكي عن معطيات. إذا صارت حرب
موعودين بانه تخلص اسرائيل، مش هيك عم بيقولوا لنا الحرس الثوري، مش هيك قال السيد حسن يعني. مش امبارح طلع نائب حزب الله وقال عن قوات الرضوان الجاهزه وخلال 15 دقيقه اذا اعطيت الامر ستكون في الناصره، بتعرفوا وين الناصره يعني؟ يعني بقلب فلسطين يعني الجليل. والان ادلى الانتفاضه في الضفه وفلسطين 48 مش عامله ارباك بغض النظر. يعني بقول اذا الرهان على اسرائيل، اذا بما انه فتحت الموضوع بشو بتفسرها؟ تظاهرات اللي عم نشوفها امبارح، بس خليني اقول شو يعني الربيع الوعد. قلنا لهم اذا حرب احتمال قائم، الصراع العربي الاسرائيلي وصل لذروه ما عاد يحله بدون اشتباك واسع وكبير، ما بعرف وين وكيف. بس ليست بالضروره النتائج ستكون لصالح المشروع الامريكي والغربي، ممكن تكون لصالح المشروع الاخر بغض النظر عن التفاصيل. الآن مع الوفدين الآتيان إلى لبنان القضائيان وما يصنع حولهم من حيلة ومن أوهام، فهمنا السر، أنه السر النمرهنين أنه في مدخل اسمه القضاء في المرفأ، قضية تخص كل اللبناني، وذلك بلشنا نشوف حراك على الأرض وممكن يتصاعد، وفي قضية تستهوي كل اللبناني اسمها حاكم المصرف ومصرياتهم. صحيح. فاحتمال يكون هذا هو الريان وهذا المدخل، لكن مثل ما أنت تفضلتي ومثل الوقائع اللي عشناها طيلة الفترة، هذه المنظومة ما قلنا لأندي بند قادتها أخطر منظومة مافيوية، بس تحكي عن مافيا مش تحكي عن ذكاء لبناني في حسب ذكاء لبناني وبأدوات موروثة من المافيا العالمية بيبددوها. إذا هذه لن تنتج لمن راهن أحداثا كبيرة زلزالية ستؤدي إلى تغيير في لبنان. أما موضوع الانتخابات في مخرج وفي حل، وسيكون إذا مش اليوم بكرة، مش بكرة بعد بكرة، مش بعد بكرة بعد شهرين ثلاثة أربعة. عم ينحكى أكثر، عم ينحكى أكثر من قد لبنان بعد بيحمل، طالما الكل يجمع ويتحدث عن ربط يعني الأوضاع بلبنان يعني على مختلف مستوياتها الاقتصادية والمعيشية بانتخاب رئيس للجمهورية. خلينا نتفق على أننا نحن الآن كلبنانيين في واقع كارثي، وأمامنا أحد مسارين ما في تالت قولهم، يا مسار انتخاب رئيس ومع الرئيس فريق ومع الفريق خطة عمل، يعني ما عاد فينا ننتخب رئيس ويقعد بالأسر وما خلوه يعمل شيء، هي خلصت. هذا الواقع يعني والتوازن، الاتفاق على برنامج عمل، إذا رئيس فريق برنامج عمل، هيدا بيفتح لنا قوة ونسبتها مش كتير كبيرة. أنا عادة متفائل وما بحبط وإلى آخره، ما بدي أحبط بس بدي أحفز أنه لدينا فرصة. وهذه فرصة هامة جدا ويجب ألا نتركها تذهب مثل ما تركنا الفرص الثانية. والخيار الثاني هيدي الفرصة يعني والخيار الثاني من شو بدنا نبلش؟ يعني حوار والخيار الثاني والخيار الخيار الثاني تفضل. الخيار الثاني أن نبقى على ما نحن إليه عليه وبنياننا يمهلهل ويتداعى، وباق في هذه الدولة عمودها الوحيد والمؤسسة العسكرية ولديها أزمات ومشكلات حقيقية وفعلية، وأن تلكأت أو انهارت أو أصيبت بمكروه هذه المؤسسة فعلى لبنان السلام، عندما نرجع منفعل مقولة ماكرون بصير الكيان في خطر الزوال والنظام حكما لا يستطيع ترميم نفسه. فإذا إحنا قدام هو للخيارين، حتى الآن يبدو الأرجح خيار ترك البلاد تتآكل مثل ما نحن شايفين وجاري الأمور في فرصة هالشهر شهرين، خلينا نقول شهر كانون وشباط يبين حجم وحدود قدرة الخارج على التدخل للإخلال بتوازنات القوى الداخلية وداخل المنظومة والنظام عبر القضاء. إذا ما قدر، وأنا أقول لن يستطيع، فنروح حكما كلبناني نفكر بجدوى الانتخابات. مش يعني لأيار مثل ما عم ينحكى أنه بانتظار نتائج. أنا بقول لك شغلة، إذا ما في بالأفق، إذا ما في بالأفق حرب إقليمية مش بالضرورة نضل لأيار. شهر الأبعد شهر شباط اللي هو يعني نتعرف إلى حدود قدرة التدخل الخارجي عبر القضاء متبينة. هلا أنا أقول من وجهة نظري ما رح يقدروا يعملوا شيء والمنظومة ثعالب أكثر منهم وكذا وإلى آخره، بس بالواقع بدها تاخذ شهر نتبين بيطلع منا شيء ولا ما بيطلع. إذا ما طلع منا شيء وما في حرب إقليمية تغير الإقليم والمنطقة وربما تسهم بتغييرات العالم، رايحين على الانتخابات أكيد.
انتخابات رئاسية. نعم. طب بموضوع زيارة وزير الخارجية الإيراني، قبل ما نفوت على موضوع الحكومة المرتقبة أو الجلسة المرتقبة، هيدي الزيارة شو أثمرت؟ يعني البعض عم بيعول عليها على تكون باب للانفتاح على السعودية من لبنان وسوريا. أحسنت. يعني أنا برأيي الرسالة الوحيدة اللي فيها مغزى ومعنى أن يعلن وزير الخارجية الإيراني وهو مبتسما وفرحا بإعلانه من منبر لبنان ومع وزير الخارجية اللبنانية أنه يرحبون ويسعون وهناك اتفاقات أو هناك استعادة للعلاقات التقليدية والعادية بين إيران وسوريا. أنا بفهم هذا هو المنتج، هي هي المعطى الوحيد، ما عدا ذلك تقليدي أنه إجا ليحرج النظام ويعطي حزب الله وحلفائه سلاح، يقول منظومة بنت كلب بديش تاخد نفط إيراني بديش وكذا، هذا ماشي يعني. بس في شيء موضوع الرفض هذا يعني كمان هذا لا منطقية اللبنانية، هذا لا منطق، هذا غياب الإرادة اللبنانية. نحن بأمس الحاجة يعني لموضوع حل أزمة الكهرباء. نحن اللبنانية وزعماتنا أكثر ناس من فاخر وبفوج راب السيادة والاستقلال والقرار الحلو والحر وإلى آخره. وقت اللي بنروح على الجدة بيطلع إنه في حدا جاي يعطينا من جابته مليار دولار فيول. من شو الخوف اليوم يعني تقبل هذه الهبات يعني أو المساعدات غير المشروطة، بوقت إنه نحن في مساعدات مشروطة بإصلاحات كبيرة وكبيرة جدا بنتقبلها، ما بنتقبل المساعدات الغير مشروطة فعلا يعني. هذه المنظومة شمالها ويمينها مسلمة ومسيحي نهبت البلاد، وضعت الأموال ولا يعني العقارات والإلى آخره في أوروبا وأمريكا. أمريكا عبر ابتزازها بالأموال التي سرقتها بتاخذ البلد محل ما بدها. ما عندها عناصر قوة أمريكا إلا هؤلاء مفاتيح يعني في خوف الدولة. من عقوبات يعني. شوف لك شغلة، ولو أنه اليوم الأحد ما لازم نستخدم أكثر من الأرض ما مسخ الله، عقوبات شو؟ أنه لبنان شو العقوبات اللي خايف منها؟ شو هو؟ لا يعني عم نحكي على مستوى أشخاص اليوم يعني حتى بينحكى عن الرئيس نجيب ميقاتي اليوم إذا بده يقبل هيدي الهبة في هو يعني مهدد بعقوبات. قالوا له الأمريكان، قالت له شيء الانفتاح على سوريا مهدد بعقوبات، قالت له شيء أنه خي يا بتمشي مثل ما بدنا وبالحدود اللي بدنا يا أو مصرياتك بيطيروا. هو بين مصرياته وبين مصلحة لبنان حريص على مصرياته، مش هو والكل. هي ما أزمتنا، ما عنا شيء تاني يعني. لو أن وهون أنا قلت لك نحن خلاصنا بمناسبة الانتخابات إن جرت قبل الاستكمال حالة الانهيار، بدنا رئيس لأنه بشكل مقدم لإعادة إحياء وانتظام المؤسسات. بالمناسبة يمكن اللبنانية مش منتبهين أنه إحنا اليوم في فراغ شامل ولسنا في فراغ القصر. صحيح. وفي سؤال لازم تجاوبوا عليه ونجاوب عليه. نعم لبنان من 2000 لل 2022 كان في 11 سنة فراغات، يعني النص تقريبا. يا فراغ مجلس نيابي التمديد هو فراغ مش مددوا جولة، يا فراغ في الحكومة يا فراغ في القصر. اليوم عنا فراغ ومشيت. في كل بس كان في محل ما في فراغ هو اللي أمن للسيستم والمنظومة الاستمرار. شو هو؟ المصارف ومصرياتنا، مصريات المدين كانوا يسحبوا من المصارف ويصرفوا ماشي السركوية كامل وماشي مثل ما هي. اليوم فراغ في القصر، فراغ دستوري في الحكومة، مجلس نيابي معطل بسبب توازناته أشبه بالفراغ، بركة الودائع فرغت صح؟ جيوب المواطنين تم إفراغها، نحن اليوم عايشين على أولادنا اللي بعتناهم من 10 سنين وخمس سنين وثلاث سنين والسنة، وأنا بكرة مسفر بنتي لتروح على أمريكا لحتى تشتغل لحتى تقدر تغطي لنا وكل حدا مننا. نعم. عايش بهذه الظروف عايشين عليها. بقي في المؤسسة العسكرية، قالت لنا باربرا للمرة الثانية والثالثة أن نحن عرفت كيف بتصير ثابتة أن لبنان ذاهب إلى فراغ والمؤسسة العسكرية ستنهار وإلى آخره ورحم بهذا السياق. طيب هذه الحالة مختلفة عن السوابق، يعني ما فينا ندير الفراغ، يعني ما عندنا ودائع نصرف بالفراغ، يعني ما في إمكانية تستمر الأمور، يعني بدنا نروح على الفوضى، يعني بدنا نروح على التوحش، يعني بدنا نروح على مثل ما هلأ جاري بوضح النار عم بيصير سرقات وفي الشوارع عرفت كيف وخطف الرئيسية بعد ما عندنا رايحين على مزيد بعد عندنا المؤسسة الوحيدة للجيش الله يحميها يعني كمؤسسة عسكرية حتى اليوم بالشارع بتلاقي في تحضير
لهذا لجو بلشت الانفلات. سلطات الامر الواقع يعني جنود الرب ومن محل وبلديات الضاحيه والجنوب وهي المناطق من محل وشركات الامن الخاصه بمناطق حتى بيقولوا انه السفارات اليوم استنفرت حالها اكيد وهيك لانه ما في امكانيه لحرب من اهليه. باب شو؟ من باب يعني تظاهرات مرفق بيروت او كيف؟ لانه شفنا باليومين الماضيين احداث يعني كانت نوعا ما ممكن تجر البلد الى لما تحمل عقباه يعني اللي اعتدنا عليه. والوسيله بالمناسبه نحن بنفتكر الغرب كثير ذكي واذكى مننا، بس اذا رجعنا للوقائع والمعطيات لا بيستخدم تكتيك بينتصر فيه وبيضل يستخدمه. اللي بيكون غبي نحن اللي ما بنتعلم من التكتيكات وما بنقراها وبنحط خطط منافسه او معاكسه. تكتيك بالشارع يعني؟ تكتيك بالشارع شو هلا؟ في ضغط اعلامي هائل جدا على دور القضاء العالمي في محاوله اخراج لبنان من ازمته. بترافع مع الحمله الاعلاميه والضغط العالي تحركات في الشارع. هذا ممكن يعمل توتر وتصعيد، توتر والتصعيد بيوصل لصدام في بعض المناطق ما فينا نقول لا، ليش؟ لانه في حاله ازمه واحتقان وكارثه يعيشها المجتمع. هذا بيوصل انه اذا جد الامريكان والاسرائيليه لهم مصلحه بانهيار المؤسسه العسكريه بدفعها الى حاله من الانهيار ويعني تقزيم الدور ولا يعود لها هذه المكانه والقدره على ضبط التوترات والحقول دون اشكالات في المجتمع بين فئات مجتمعيه او بين مؤسسات والمتضاريه مثل ما صار معنون من يومين او من تفلت تحركات تعتدي على مؤسسات واملاك الدوله وبتكسرها، وهذا ليس محق وهذا يسيء لقضية محقة يعني لنشوفها في أشكال مختلفة. أنا برأيي دخلنا شهر من التوترات لنشوف الأمور وين بدها تروح. دكتور خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني أول من ثم نعود. من جديد برحب فيكم مشاهدينا بحوار اليوم مع الكاتب السياسي دكتور ميخائيل عوض. أهلا وسهلا فيك. كنا بدنا نحكي قبل البريك عن المشهد اللبناني اليوم، هل هو منفصل؟ حكيت كثير بهذا الموضوع، ولكن المشهد مرتبط بالإقليم، بالمشهد الإقليمي، وأيضا المشهد الإقليمي مرتبط بالمشهد الدولي. اليوم في حرب بأوكرانيا، هل وشكت على الانتهاء؟ كيف رح يكون؟ هل ستثمر تسويات بالمنطقة بشكل عام يعني بالعالم والمنطقة؟ خليني أقول لك شغلة، للأسف اللبنانية ما أدركوها، مثل ما أدركوا أنه عندنا فرصة ذهبية غير مسبوقة بإنتاج حل إبداعي لبناني لبناني. الآن لبنان يحتل واحدة من أهم نقاط ارتكاز جيوبوليتيك البحر المتوسط، يعني له أهمية قصوى أكثر من أي مرة على الإطلاق. دوره أين سيستقر، مع من سيكون، في أي محور، سيؤثر كثيرا في التحولات الإقليمية والدولية. وهذا لازم نفهمه إذا فهمناه، بده شرح طويل بس كل المعطيات، وهذا بيعني حجم الاهتمام وإلى آخره فيها. اثنان، الإقليم يؤثر على لبنان منذ بدء التاريخ حتى الآن، منذ تشكل لبنان. لكن هناك جديد أيضا في لبنان لازم نفهمه اللبنانية. نعم، ما هو؟ أنه نحن سابقا كنا مسرح لتصفية الحسابات وتعديل التوازنات الإقليمية، وقت اللي تحقق مبتغاها يعومونا ويعطونا حل. نروح نكيف فين احنا، حل لا غالب ولا مغلوب. من 2010 انتقلت المسارح الى ليبيا، سوريا، اليمن، العراق والى اخره. اصبحنا، وهي لازم نفهمها، نترقب يعني لا لا نطلع جائزه طرديه للمنتصر. للاسف كمان ما عرفنا، ضلينا نايمين انه بكره بينجو، مثل هلا انه والله جاي من برا بيلاقوا لنا حل. اخي ما عاد حدا همه. صارت مسارح تصفيه الحسابات وتعديل التوازنات في منطقه اخرى. نحن بنطلع جائزه طرديه للمنتصر بهذا الجانب. اذا لبنان له دور اساسي لو ادرك اهميه موقعه. لبنان متاثر اول بما هو جاري في المنطقه. هون النقطه اللي اثرتيها بذكاء بان زياره وزير الخارجيه الايراني للبنان لازم يكون لها غايه او هدف. الغايه والهدف المحوري والاهم هو اعلانه عن حجم ما جرى من توافقات ايرانيه سعوديه.
وهذا سينعكس في لبنان حكما كما في كل المسارح والساحات. على أي ملفات يعني إذا بدنا نحدد؟ الاتفاق الإيراني من اليوم الأول يترك حلفائه يفاوضون ولا يفاوض عنهم. يعني الإيراني ما فاوض عن لبنان ولا قبل يفاوض عن الحوثيين باليمن. الآن هناك انفراجات، كان في وفد عماني بصنعاء وخرج من صنعاء بمرافقة رئيس الوفد الحوثي في التفاوض، وهناك حديث عن إنهاء حرب اليمن. يعني الانفراج بالعلاقات السعودية الإيرانية من حكما سينعكس يعني من باب اليمني، حكما لا في اليمن، في اليمن بالعلاقات المباشرة. وسوريا حجر الرحى هي أساس ومنصة وضرورة وكذا، بكرة بعد نشوف الانفتاح الخليجي والمصري على سوريا ونشوف كذا إلى آخر. هذا حكما سينعكس على لبنان حكما. كيف سينعكس؟ بعد شباط بس اللبنانية اليوم بعد مش يعني متلقفين هيدا أو مش عم يقروا مظبوط المشهد 100%. معقول عن أن فرص ذهبية، نحن أهم موقع جيوبوليتيك بتقرير مستقبل الإقليم، والمستقبل الإقليم بيقرر مستقبل العالم. هلا في الحرب الأوكرانية والتسويات، اشطبي من ذهنك من هون لفترة زمنية كل فكرة التسويات. نحن بنقع بخطأ دائم، كتاب محللين كتاب محللين متابعين دغري بنط ذهننا على اتفاق الطائف في لبنان، لازم يكون في اتفاق طائف بسوريا، لازم يكون في اتفاق طائف باليمن، بخيمين قال لك لبنان واقع ظروفه وطبيعته وكذا. منط دغري على يالطا وتقاسم النفوذ بين الاتحاد السوفيتي وامريكا واوروبا بناتج الحرب العالميه الثانيه، بخيمين قال لك ان الصفقات تجري بين المتحاربين. بين من ومن تجري الصفقات بالحروب التاريخية الكبرى؟ مين؟ بين المنتصرين. ولذلك لازم يصير انتصار. وبعد الانتصار رح يقعدوا على الطاولة وبعدين رح يعملوا تسوية وتقاسم. نحن في حرب عالمية عظمى مشتعلة. مين المنتصر اليوم برأيك على المستوى الدولي؟ شوفي كمعطيات تاريخية وبعيدا عن الانحياز، مع انه انا منحاز بموقفي وبحاول ان يكون موضوعي، ما في سبب يخلي روسيا تهزم في هذه الحرب. روسيا، الصين، إيران، ما يسمى بمنظومة أوراسيا اللي اسمها مرة تاني شنغهاي اللي هي نصف العالم، اللي الآن رفضت بالبرازيل ولولا اللي اسمها البريكس. العالم الجديد يتشكل بطابع شرقي وآسيوي. في اعتراف أمريكا اليوم بهذا الواقع؟ لا. كيف الاعتراف؟ لم تقبل أمريكا، يعني عم يتعاملوا ما بيعملوا ما بيعملوا، لذلك أنا رح يكبوا كل شيء عندهم قدرات وإمكانات لتأخذوا. شو عم بصير بأوكرانيا؟ شو إنه كل شيء في سلاح موجود، عرفت كيف، بالعالم خاصة اللي بيت ما وكذا وإلى آخره، زجوا بمواجهة روسيا أملا بإعاقة التقدم الأوراسي، روسيا الصين يعني وحلفهم، وأملا بإلحاق هزيمة بروسيا. أم بيّن إنه الروسي أكثر ذكاء وحكمة وفطنة، والشيء اللي ما انتبهوا له كل اللي راهنوا على هزيمة روسيا وقراءة روسيا تاريخها مكانتها حقبة الانهيار ومن ورثها. نحن إزاء معيدة لروسيا، انهارت أيام يلتسن صح؟ وأعادت ونهضت مع فئة، مع قوة فتية بعد الانهيار، عرف ماذا تريد، درست خبرة وتجربة. يعني الوضع مشابه عم تقول اليوم؟ الوضع مشابه يعني اليوم؟ أقول أن روسيا والصين قوى فتية صاعدة، في حين أن الأطلس قوة هرمة ومتراجعة مترهلة. هذه وما في حرب بمعنى الاشتباك المباشر بين الدول العظمى سبب وامتلاك أسلحة التدمير الشامل وتدمير البشرية. إذن الحرب دائما ستكون بالوسط وفي مسارح خلفية. ولذلك هي بعد الحرب العالمية الثانية ظلت الحرب دائمة، بس ما راحت بمسارح وبالواسطة وبأشكال وبأجيال مختلفة من الحرب. هذا الجاري بده يوصل بمحل نشوف انكسار لمحور بمقابل نهوض ظاهرة جديدة. ما الظاهرة الجديدة؟ العالم الجديد محمول على نمط أوراسيا، آسيا وجزء من أوروبا خاصة الشرقية، ومن قيم أوراسيا اللي هي قيم شرق، قيم العدالة الاجتماعية، الإيمان، التضامن، الإنسان. كنت سألتك دكتور وقلت لي الإجابة بعدين لاحقا بموضوع ما يجري اليوم بفلسطين، فلسطين المحتلة، كيف تقرأ هذه التطورات؟ باختصار موقعها بهذه التطورات والتحولات اللي تفضلت فيها؟ باختصار وبسرعة كتير، الروايات المسيحية والإسلامية واليهودية
ومنطق الدول وتجربة الدول اليهودية عبر التاريخ بتقول هولي 80 سنة ما بتعيش إسرائيل، هي شارفت على ذلك شيء ليلة تحليل ميتافيزيقي. نعم. الصراع العربي الإسرائيلي في أيامه الأخيرة لماذا؟ لأنه مر على 74 سنة، لأنه استخدمت ومورست كل ما يمكن أن يبتدعه العقل الإنساني في محاولة لحل هذا الصراع. صارت حروب بالواسطة، صارت حروب جيوش عربية مع إسرائيل، قاتل الفلسطينيون من الخارج، قاتل الفلسطينيون من الداخل، صارت التسويات، صارت التطبيع، كان هناك رهان على منتج اسمه حل الدولتين وسلطة وطنية نعم. فلسطينية، هول الخمسة خلصوا. الآن إسرائيل عبرت عن حقيقتها باعتبارها الأكثر تطرفا ويمينية وعنصرية وعدوانية. وهذا المجتمع الإسرائيلي المصنع والمركب تركيبا وصل لمحل بلش يتآكل من الداخل. امبارح تظاهرات بعشرات الآلاف، هناك كلام عن احتمالات حرب أهلية. سيد حسن حكي عن هاي الحكومة وصفها كانت ساف رئيس بالجنون. إسرائيل بال 2015 مؤتمر هرزيليا قال إن صراعات قبائل إسرائيل الأربع أخطر من النووي الإيراني اللي بلشنا نجسده. اثنين، إذا إسرائيل وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تنتجه العدوانية والعنصرية والتطرف. في فلسطين أنجز كل ما يمكن إنجازه، وقام اكتشف الشعب الفلسطيني بثقله الأساسي ما له حل إلا البندقية. لكن هذه المرة أين؟ مش من الحدود، ومش بس بانتفاضة الحجر اللي حررت غزة، في فلسطين، وفلسطين التاريخية في الضفة، في فلسطين 48، والأهم من كله اللي صار بسيف القدس والجاري أن فلسطينية 48 اللي صار لهم 74 سنة تحت الاحتلال فاجأوا إسرائيل بأن وطنيتهم ناتئة وأن فتياتهم وشبابهم وطنيين وقوميين وقادرين على مخاطبة الرأي العام، وحملوا السلاح في مواجهة إسرائيل. عرفتي؟ ما قدروا يدمجوهم. وفلسطينية 48 مشان ما نفكرهم شيء عادي، 2.4 مليون. كل هذا ماذا يعني باختصار؟ الصراع العربي الإسرائيلي في خواتمه إما سيتسبب بحرب إقليمية تؤدي إلى تغيير شامل، أو ستتآكل إسرائيل من الداخل إذا عرف الفلسطينية كيف يتعاملوا معها، وهذا سيؤدي إلى انهيار داخلي وهيك في كتير دول وشعوب، أو ستتصاعد المقاومة وتتحول إلى مقاومة مالكة لقدرة تحرير فلسطين من الداخل. حتى بحساباتك الأردن بال 2023 في عين العاصفة هناك خطورة شديدة، والأردن أمام أحد احتمالين: احتمال أن يستخدم كوطن بديل لتصدير أزمة إسرائيل، أو يستخدم كمنصة لإسناد الضفة وفلسطين 48. يعني قراءة منطقية. على كل حال السيد حسن عنده كلمة نهار الثلاثة، أكيد رح يسلط الضوء على هيدي التطورات بالفلسطين المحتلة. بالعودة للبنان، الجلسة الحكومية دكتور كان عم ينحكى أنه بدعوة لهيدي الجلسة، اليوم عم نسمع أنه في تريث بهيدي الدعوة، وأيضا في مخارج، يعني الرئيس مئاتي عم يرجع يشوف أنه لا، في مخارج دستورية أنا برأيي في أنه يلاقوا مخرج إذا استمر التيار الوطني الحر عند موقفه وعند تصعيده. لا الميقاتي ولا الكتلة السنية، برغم أن ليس هناك كتلة سنية، وهذا عملت شيء بفراغ كبير بالمنظومة، له مصلحة باستعداء التيار باستعداء المسيحيين، ولا حزب الله يستهوي ويستعجل فك العلاقة مع التيار الوطني الحر. لذلك ممكن يلتقى مخارج دستورية، مخارج ولو مش دستورية راح يقولوا عنا دستورية لتبريد الأجواء. أكيد يعني أميل للقول فيهم يلاقوا مخارج، لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، يعني لا ينكسر التيار ولا يفك العلاقة ولا تتعطل الحكومة نهائيا على شروطها وإلى آخره. بالملف الرئاسي، العلاقة بين التيار والحزب كيف بتوصفها؟ شوفي، هو عرض لهزات عنيفة جدا، وهو هلا بغرفة العناية الفائقة. برأيي الحزب يتعامل بكثير من الذكاء والحرص على علاقته بالتيار وعلاقته بالمسيحيين. وللأسف الحزب بيغلط وقت اللي بفكر العلاقة بالمسيحية أن تكون العلاقة مع المنظومة ومع أحزابها. العلاقة مع المسيحيين إلى أطر وآليات تانية، بس شو بنسميه يعني، فات الفوت، ما عاد في يلحق انه يشوف النخب والناس والعائلات والمسيحيه ومصالحهم وكيف تتجسد ويعمل لهم الخطاب، هذا صرنا براته. اذا نحن على العلاقه مع القوى المسيحيه عنده حرص كثير.
الشيء اللي عم يراهن عليه الحزب مصالحة يعني إيرانية المصالح سعودية. المشتركة لم تنتهي لا برأيك بعد؟ ولا رح يصير اشتباك، يعني رح وصلت الأمور قلت أنا إلى أقصاها. هلا بلشنا التبرير، التبرير بده يمشي على خطين، على خط الوقوف عند مطالب التيار، الحفاظ على قيمة التيار، الحفاظ على دور التيار ووزنه، وبدنا نحل مشكلة الانتخابات. لأنه اليوم التيار بيعتبر أنه قدم تنازلات أكثر بكثير من ما قدم الحزب. أنا شوفي بهذا الجانب ما نفوت بالنقاش، وجهتي النظر صح. الحزب في له للتيار كلك على بعضك ما كنت بالحياة السياسية الأولية، والتيار بيقول له لحزب الله أنه كمان لولا التفاهم ما كان عليك مخاطرات كبيرة. لا ما في وقائع وفي، لا شوف اثنين معهم حق، وهذا اللي بيعني أنه شو يعني التحالفات. تحالفات انه اثنين يعني لهم مصلحه، يعني على ضروره لهم مصلحه التحالف. مصلحتهم ما شوف لك شيء، ما في شيء بالحياه وبالسياسه اسمه يعني شو تضحي، في شيء اسمه مصالح. تقاطعت مصالحهم في حين هذه المصالح لبيت مصلحه الفريقين، كل واحد عمل مكاسب، وصلنا على محل يبدو ان يجددوا ويعطوا دفع جديد يبدو ينتهي. بتشوف انه بعد المصالح الاستراتيجيه قائمه؟ نعم نعم نعم. بعيدا عن كل يعني عن التفاصيل الداخليه، التيار الوطني الحر ليس له حليف ولا يستطيع ان يستند الى اي جهه، وليس هناك جهه يمكن ان تكون الى جانبه بامانه ووفاء بقدر ما هو حزب الله اكيد حوله. يعني بقدر حزب الله، ولكن يعني شفنا الانفتاح للوزير جبران باسيل. لن يجد في المسيحيين قدر يلتقي مع الكل، كيف يعني الوزير جبران باسيل ما عمل لقاءات مع كل الاحزاب؟ اذا عم نحكي عن اللقاءات شيء، واذا عم نحكي عن التحالف شيء ثاني. نحكي عن التحالف، لقاء مفتوح كلهم بيلتقوا مع بعضهم. حزب الله بيتهم القوات بانهم عملاء لاسرائيل والى اخره، والسيد صافح الدكتور سمير جعجع. شوف كيف تذكر الحوار والى اخره. جبران قام بده ما بعرف شو يعمل بالاستاذ نبيه، وقام راح زاره قبله. القوات ما بعرف شو حكوا عن حاربوا تيار العوني واحتربوا حربين اهليتين مسيحيتين، واخر شيء عملوا اتفاق مع رب. السياسه لا عدو دائم ولا صديق دائم، السياسه مصالح حيث تكون المصالح. اللقاءات شيء والتحالفات شيء آخر. التحالف يقتضي وجود أرضية مشتركة ومصالح مشتركة، تتحقق غالبية المصالح بالتحالف وليست كل المصالح عبر الاتفاق والعمل عليه. ولكن بكل شيء بالحياة وقت مثل الزواج، يعني كما نقول مثل كل شيء، عندما تتحقق هذه المصالح وتتبدل الظروف بيقوم بصير في اضطراب بهذا التفاهم بهذا الموقف. يا بدنا نجدده يا كل واحد بدنا يروح بطريقه. انا برايي حزب الله والعوني ما فيهم كل واحد يروح بطريقه، بدهم يلاقوا مخارج بدهم يتفقوا، لان كل واحد بيروح بطريقه بيخسر عنصر قوة أساسية في لبنان، لا سيما في هذا السيستم وفي هذه المنظومة وفي هذا النظام. إلا إذا أحد منهم قرر بأنه يعني يعمل ونجح بتجميع قوى لتغيير السيستم. إذا في تغيير السيستم بتفك العلاقات بين كل الناس. هل هناك إمكانية يعني لتواصل مسيحي مسيحي لا يرتقي بعدين تفاهمات؟ مشكلة المسيحيين بهذه الانتخابات في احكيها، لاني انا مسيح، انا مسيحي وعم منبر مسيحي، المشكلة فيهم مش بالاخرين. طب راح الوزير جبران عند البترك وحاول يلتقي القوى الثانية وطلب لقاء مع القوات اللبنانية والدكتور جعجع. قال له الدكتور جعجع تجربتنا ما بنعيد، عملنا ديل واتفاق مع رب، بعدين انت انقلبت لا، هلا بتجي بتعطي موافقة مسبقة بأنك ستكون تحت أمرتنا في الانتخابات الرئاسية. طب هذا الشيء منطقي برأيك؟ هيك بالسياسة أكيد منطقي، بالسياسة أكيد منطقي، بالسياسة ما في صحبة، بالسياسة في مصالح. بالمصالح هو بده يثار من التيار، بده يثار من جبران، يعني يكسر ذراعه، بده يلوي ذراعه، بده يعوم حوله مسيحيين ويصير القوة الرئيسية، له مصلحة بأنه يجيب رئيس جمهورية معه إذا مش له يعني، وهو قال إنه يعني مرشحه. عرفت كيف؟ بده يجي الوزير جبران يوافق مسبقا فيها.
البتراك شو كان بتشوف؟ المفترض انه يلعب دور اساسي بتجميع القوى المسيحيه احزابا قوى نخبا، ويروحوا يتفقوا على مرشح. اذا اتفقوا على مرشح بيحطوه على الطاوله بيحرجوا حزب الله وبيحرجوا على ثنائي الشيعي وعلى الكتله السنيه، مع انه ما في كتله سنيه، بيحرجوا انه احنا بدنا وارد هذا شراكه. الشيء برأيك للاسف دكتور؟ لا، للاسف الشديد لا. ولذلك انا بقول اللاعب يحتاج يعني تشكشر إلى دور أقوى أو أفعل من بكركي ولا من مين؟ عادة بتجمع السفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية ما عاد إلها مون وما عاد فيها تجمع، فما في. اثنين، الصراع بين القوى المسيحية والجماعات المسيحية على المركز الأول في المسيحيين. والمسيحيين برغم بيحكوا كتير عن الحب واوعى خيك وبيبوسوا بعضهم والى اخره، بس الحروب اللي صارت بيناتهم لتحقيق المكانه والمنزله والى اخره اكثر بكثير من الحروب اللي صارت بينهم وبين الاخرين فيها. طيب هون العطب، هون بالنسبة المشكله، لرئيس، لانه هذا التحريض. روح جيب المسيحيه على الطاوله اتفق، بتروح بتحط هون ورقتك. بدك تشوف مين بيمون على مين. اليوم الوزير جبران باسيل، ما عم نقدر نعرف مين بيمون عليه، بس هون الصعوبة. لا، هو من الناس بينما ما في حدا دكتور على سمير هون. جعجع اليوم برأيك السعودية ما بتقدر تمون عليه بلا، وتلعب ولذلك الدور اللي كانت عم تلعبه أمريكا، السفارة الأمريكية؟ احتمال كتير. وإذا ثبت هذا فسليمان فرنجية رئيسه. إذا يعني ثبت، بدها تقبل إذا بالبداية صارت السعودية المصالحة، خليني أقول لك شغلة، إذا صارت المصالحة الإيرانية السعودية وعادت العلاقات إلى طبيعتها، وإذا جرى تبريد مسرح الإقليم من صراعات السنة والشيعة وإيران والغزو الفارسي والوهابي، إذا رحنا بهذا فعندها بصير المنطق المخرج في لبنان انتخاب رئيس أقرب إلى المحور، أقرب إلى المحور سليمان فرنجي. انتخاب يعني سليمان فرنجي يتبدد الخوف من حلفاء السعودية بلبنان بصير في قبول لا، هي بمرشحين. بس تقول السعودية أوكي بدنا مخرج وحل، وبالتالي سليمان، وبالمناسبة السعودية مش بعيدة عن سليمان، مش بعيدة عن الوزير سليمان البعض فرنجي. بيقولوا تتذكر إنه الحظوظ، يعني ما بحب تراجعت. أحكي أنا كتير برأيي لا، ببورصة الأسهم أنا برأيي لا، والحظوظ، بس أنا إنه شوف لك سالة، إنه تراجعت كتير لورا مش لدينا مثل في قبل. لبنان مساران، وفي الانتخابات خيارين، مسار الانتخاب مسار الفوضى. بالانتخابات سليمان فرنجية قائد الجيش، لا ثالث لهما. إلى من ستميل الأمور؟ بعدني شايفها لسليمان فرنجية. يتعزز هذا بإذا جرت المصالحة في عندك السعودية فئة الإيرانية. كبيرة اليوم بالمجلس النواب تمانع وصول ما اختلفنا سليمان فرنجية. زمانه سليمان الجد انتخب بفارق صوت واحد بالبرلمان، والآن بالتجربة العملانية رئيس مجلس النواب الأمريكي 15 جولة انتخاب صح؟ لانتخب، وانتخب بأكثرية 51%، ما انتخب بإجماع وطني أمريكي. وهي أمريكا النموذج الأكثر حضارية واللي كل الناس بتقلده بالديمقراطية. طب انه ليش نحن لبنان ما بدنا إلا وفاقية وكل واحد بيحط شروط على حدا، والمسيحية مش متفقين على مرشح لنقول بالتوافقية فيه المسيحية اتفقوا، وبالتالي ما فيك تدير ظهرك أو بدك تقول لهم ما لكم محل فيها، وما حدا بيجرأ يقول لهم ما في محل، بس أنتم مش متفقين. لذلك بصير الأرجح هلا بصير المطلوب من القوات اللبنانية وكتلتها هي شو؟ المطلوب إكمال النصاب. ما صار نصاب ال 86 في 56 في جلسة الخميس، ما حدا عم بيقول بكير انه بعد ما قلنا في شهر التدخلات الخارجية عبر القضاء. ما هيك بدنا ننطر مثل ما تفضلت وقلت لنا شي شهرين تيبين لا شهر أقل العمل أكثر القضائي الدولي بيه شو مهمته بالضبط. وكمان في عنا جلسة نهار الخميس، في جلسة نهار الاثنين يمكن تنعقد يمكن لا، كمان بيترتب عليها أمور كثيرة. بدي أتشكرك شكرا الكاتب لك والمحلل السياسي والباحث الدكتور ميخائيل عوض على حضورك. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.